ورشة العمل الإقليمية حول حماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات احتوت على العديد من الجلسات بمشاركة خبراء ومختصين دوليين. لأن التراث والثقافة هما اللبنة الأساسية للسلام واستقرار الشعوب، احتضن معهد الشارقة للتراث ورشة عمل بعنوان حماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات، شارك فيها مجموعة من الخبراء الدوليين ووفد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. الآن نحن في صدد وضع خطة فعلية تنفيذية لمشاريع لها علاقة في ثلاث محاور: القوانين وتفعيل القوانين وتطويرها لتجاري القوانين الدولية، وأيضا تكوين فرق عملية وطنية في إنقاذ التراث أوقات الأزمات، والمشروع الثالث له علاقة في تفعيل التشاركية بين المؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث. هذه الورشة الإقليمية أعتقد هي في غاية الأهمية، لأنها تأتي في وقت صعب جدا يمر على الوطن العربي، وقت الأزمات والحروب الدائرة في كثير من الأنحاء في الوطن العربي. غايات كثيرة تصبو إليها هذه الورشة خلال جلساتها، فالإطار القانوني لحماية التراث الثقافي وتحليل الوضع القائم في الدول العربية وتطور مسؤولية حماية الممتلكات الثقافية، كلها محاور لموضوعات نوقشت من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال. نحن نبحث عن سبل التعاون القانوني وتأطيرها في إطار تعاون ليس فقط إقليمي ولكن أيضا دولي لمحاولة القضاء على هذه التجارة غير المشروعة والحفاظ على ما تبقى من تراثنا إن شاء الله. هذا وتستمر الفعاليات على مدى 3 أيام بمحاور هامة لصالح التراث الثقافي، ومن خلالها تؤكد شارقة الثقافة بأنها ملتقى الشعوب باهتمامها بالتراث وصونه على اختلاف أنواعه وأشكاله. أكثر من 30 خبير في مجال التراث ووفود من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية يشاركون في هذه الورشة التفاعلية على مدى 3 أيام بهدف حفظ التراث الثقافي في أوقات الأزمات. لأخبار الدار، ريم عيسى، الشارقة.